هلا بيقول لي انه قد ايه انا time to reach the steady state, okay, وكم number of doses that is needed to reach the steady state, okay. هلا احنا طلع معنا انه ال half life equals to 7.97 hours, فاحنا قلنا بهذا ال course رح اعتبر انه 5 half lives are enough to reach the steady state, right? 7.97 بخمسة بطلع معي جواب 39.87 hour. Okay. هلا ال idea إنه بقول لي كم بدي. هلا بإمكانه أنا على طول أقسم هاي على 12 hours اللي هي tau أو proposed tau اللي أنا بدي أخدها. بطلع معنا جواب هيك. Okay. بمعنى إنه أنا أخذت 3 doses وفي بالرابعة, right? لأنه إذا بدنا نمشي ب timeline, أنا على zero time أخذت أول وحدة, على 12 ساعة أخذت تاني وحدة, كمان 12 ساعة أخذت كمان وحدة اللي هي 24, بعدين بدي أخذ على 36 مثلا, right؟ فأنا هاي 12 الأولى راحت, 12 الثانية راحت, again أنا عم برسم إنها IV bolus بس أنتوا فاهمين علي. فإحنا أخذنا أول وحدة هون, تاني وحدة هون, ثالث وحدة هون, بعد ما أخذت ثالث وحدة 1 2 3 أنا هون. فأنا لما خلصت الثالثة كان في عندي 36 ساعة, ستيل في عندي طبشة زيادة, فأنا رح أوصل لستيدي ستيت by the end or after the third dose, بمعنى in the fourth dose, okay. فرح يكون ال at before after it's important بهاي الأشياء, okay. عشان هيك أنا كاتب لك إنه أنا طبعا أنت كمان 12 ساعة بدك توصل ل 48 ساعة, فأنت accordingly إنه إحنا after the third dose من نوصل إلى steady state at or during the fourth dose, okay. هلا again اعتمادا على إنه أنا عم بقول إنه 5 half lives are enough عشان نوصل ل steady state. لاحظوا إنه أنا عشان أوصل إلى steady state قد إيه بدي وقت, it's a long period of time. فإحنا عم بيقول لي طب what if I need to give a loading dose, وبدي أخذ loading dose as infusion by infusion, وكمان أنا بدي infusion time as IV infusion, والinfusion time بدي يستلي ضل ساعتين. Again the distribution, إذا أنا حكي لك إن distribution time بده ساعتين فما رح يتغير لنفس بنفس السؤال, ما رح يتغير, مستحيل يعني الدرج يصير بالسؤال اللي فوق اللي أسئلة اللي لها دخل السؤال اللي فوق بده ساعتين يصير فجأة بده ثلاث, أو ساعتين وفجأة بده يصير واحد, صح؟ فأنا distribution time ما رح يتغير. فهو بقول لي إنه شو loading dose اللي المفروض تكون. Again the drug is behaving as two compartment, فأنا استرح أتعامل مع الموضوع similarly. بس إحنا لما كنا نأخذ ال time لا ال loading concentration certain time لل loading كان يساوي R loading K ب VD و B 1 minus K time, بس هون كنا نوقف لأنه كنت أعتبر إنه ال loading is a single dose, right؟ هي single dose, okay, مقارنة ب multiple doses. Again هون هاي الرسمة غلط, قلت لكم عشان تصيروا شو تقول الدكتور رسمة الانفيوجن زي هذا, بس الايديا الفكرة منها بس, اوكي. فهلأ الاشي المختلف قلنا انه انا بطلت اعمل measurement هون, صرت اعمل measurement هون, فانا المفروض اخذ بعين الاعتبار هاد, صح؟ فهاي كمان شغلة again لانه هاي كل اشي له دخل بهذا الاسمشن بدك تعمل له correction, اوكي. هلأ الحسبة تبعتي بدها تكون بتعتمد على الأشياء اللي إحنا طلعناها. أنا هاي اللي بدي إياها, أنا عم بقول إني أنا بدي أوصل ل ال concentration, هو مش عم بيقول لي بس هو to give loading dose calculated dose needed. فأنا by default دي أعتبر إنه the best to باعتماد هاي المعادلة to اللي هي لهون باعتماد هذا الحكي, هذا concentration المفروض شو يكون اللي هو نفسه 30 ملي جرام بير لتر اللي هو concentration steady state اللي عم بعتبره البيك لمين؟ للمينتيننس, صح؟ فأنا بدي هاي, هاي رح تكون اعتمادا على شو حسبناها 8 9 6 81, the time of infusion 2 hours, the time اللي لازم أطرحه منه اللي هو 2 hours, وهي نفسها رح يطلع معنا ال R loading equals اللي هي موجودة عندك بالسلايد 1574.9 milligram per hour. again زي ما قلنا بالسؤال
لما تعمل التعويض بالمعادلة اللي رح يطلع معك ملي جرام بالأول. إذا سألتك إنه إحنا بدنا إياها as mass or loading dose infused during 2 hours, فأنت بدك تعطيني الماس ب 2 hours. Again شو بسوي؟ ب 2 رح يطلع معك الجواب 3149.8 ملغرام per 2 hours. Okay. هلا هاي إذا بدي أعملها estimation أو rounding رح تكون خلينا نقول 1 ملغرام per hour, وهي تقريبا 3 ملغرام per 2 hours. هلا بعرفش إذا قلت لكم to be honest مش متذكرة لما حكينا عن الأمينو جلايكوسايد usually بالامتحانات. هلا أسئلة هدول الجروبات عادة بتكون related to each other. أوكي, بس عشان نقلل نسبة الأخطاء عادة لما أنت تطلع الجواب بعتبر إنه بالأغلب العام بقول لك don't round. أوكي, without rounding, يعني زي اللي أنت بدك تطلعه هون بخليك تطلع الرقم نفسه. أوكي, بعدين مثلا بيكون سؤالين لهم دخل ببعض. السؤال اللي بعده مثلا أنا بقول لك if the physician decided, بين قوسين هذا غير عن الجواب اللي أنت طلعته فوق, if decided إنه the physician إنه بدي يستخدم, مثلا أنت طلع معك هاي 1574.9. أوكي, إذا the physician decided to use 1600. أوكي, فأنا بغيرها عشان أنت تبلش بغض النظر شو الغلط اللي طلع معك هون تكمل صح. أوكي, بس اللي بعده بعدين بقول لي إنه after the administration of the loading dose and 7 doses. إحنا لاحظوا إنه إحنا قلنا إنه أنا بدي تقريبا 4 doses عشان أوصل لل steady state, فأنا by default واصل لل steady state. ولاحظوا إنه هو عم بيقول إنه عم بيستخدم for 2 hours, ما استخدم هاي, استخدم نصها تقريبا. أوكي, فأنا loading اللي عم not loading maintenance اللي عم بأخدها هي 1500 milligram per 2 hours. أوكي, فهاي غير عن اللي أنت طلعتها. Each 12 hours tau hours interval plasma vancomycin concentration determined to be 42 hours, 2 hours after the end of the infusion. So this was 42 milligram per liter. A time of infusion can 2 hours and 22 trough concentration at steady state 22 milligram per liter at the end of the dosing interval. Okay, calculate a new dose of for that patient in time using actual patient specific estimations أو برام estimation or parameters to attain the original target. طبعا again زي ما قلنا بنفس السؤال usually we don't change peak desired اللي هي 30 milligram per liter, well trough desired لأن again هدول بضلهم نفسهم للدرج نفسه, بس أنا بجوز أغير لك إياهم باختلاف السؤال. أوكي, فهلا إحنا هون صرنا بهاي النقطة, يعني إحنا صح هاي عملناها قبل, إحنا صرنا بهاي النقطة إنه أنا في عندي patient specific measurement بدي أطلع منهم بعض ال patient specific parameters اللي على أساسه بدي أغير شو عم بيصير عندي. أوكي, هلا بالنسبة ل ال concentrations المجر في عندي peak وعندي trough. Again إذا على الرسمة تبعتي هون عندي 2, هون عندي 2, وهون عندي 12, هاي طلعت 22, هاي طلعت 42 الميجرد. هدول الميجرد اللي هم patient specific, right. بدي اطلع البارامترز. اوكي, هلا انا عندي تنتين measured patient specific, بدي اطلع اول اشي كي زي الإشي اللي بنعرفه قبل صح, انه انا بقدر اطلع كي من انه 2 points باللين, بس اللهم انه صارت بدي انا هاي المسافة right اللي بيناتهم. كنا زمان بالامينو جلايكوسايد نقول minus لين C again actual او patient specific minimum على steady state minus لين LC maximum على steady state actual measured على شو كانت
لان هاي ما كانت موجودة، على التاو كلها ماينس التايم. الاشي الوحيد اللي رح يزيد هلأ ماينس، سوري، ماينس تي برايم. فانا هاي شغلة تانية، انه هاي رح تصير ماينس تي برايم. اوكي، رح تكون هاي اللي هي 22 وهاي 42 12 2 and 2. اوكي، بيطلع معنا k equals to، موجود عندك في السلايدز، accordingly the half life equals 0.693 over 0.08. بيطلع معك، لاحظوا انه اختلف عندي ال half life for sure. هلا كيف بدي اطلع ال vd؟ اوكي، again ما ننسى انه انا عم بحكي عن patient specific estimates، فما بقدر اروح استخدم المعادلة. شو بروح بعمل؟ بروح بستخدم معادلة واحدة من هدول، right؟ بس شو بعمل؟ بستخدم ال actual او ال measured، اوكي؟ او حكينا اي اشي له دخل بنفس المعنى patient specific، اوكي؟ equals r k v d. تاو، وما ننسى هاي. هلا بي هاي ما ننسى انها actual لما نبلش نحكي عن patient specific، وهون ما ننسى هاي. هلا انا عشان اكمل، هاي رح تكون ال actual اللي هي 42، هاي اللي هي used، هاي patient specific. انا بدي اطلع ال patient specific. لاحظوا انها نفس الفكرة، بس اللهم منعيد ومنزيد. فانت وانس انك فاهم الاساس you'll be fine. time of infusion، patient specific، tau، used، هاي اللي already اللي هي distribution time. يعني راح تكون عندي هاي اللي used قلنا هي 1500 على 2 ملي جرام بير اور، لان قلنا بالمعادلة لازم تعوض ملي جرام بير اور. هاي 42 ملي جرام بير لتر، هاي 0.8، هاي اللي بدي اياها 12.08.08.2.2 and 0.08. بروح بطلع الفيديو اللي هي اللي رح تكون البيشنت سبيسيفيك، زي هاي بيشنت سبيسيفيك. and it will be equal to 45.5 liter. اوكي، هيك بكون طلعت مين هدول. فانا طلعت هاي، طلعت هاي، طلعت هاي، اللي هم patient specific estimates. اوكي، بعدين هلا بصير again، لانه انا عندي تغيرت الاشياء اعتمادا على حسبة هذا المريض بالذات، انا لازم يكون في عندي بعض التغيير ب او بدي اتاكد at least انه انا اللي عم بستخدمه هون صح. اوكي، فيا إما أنت according للتغيير اللي صار you will have some، خلينا نقول production يزيد ولا يقل، اللي هو again اعتماداً على حسبتك اللي رح تكون هون. فخلينا نقول إني أنا بدي أعمل recalculation لـ tau ولل r، صح؟ ما ننسى إنه هون أنا صار في عندي patient specific details. هلأ بالنسبة لـ tau زي ما قلنا نفس اللي أنا حكينا، واحد minus الأشياء اللي حكيناها قبل. زائد time زائد t prime. هون هاي ما ننساها لأننا بنحكي عن vancomycin. وما ننسى شغلة جدا مهمة، إنه أنا لما أحكي هون عن اللي أنت بدك إياه إنك تغيره، when you correct or adjust or determine the better for you، رح تكون هدول مين desired. يعني بغض النظر أنا شو عندي طالع، أنا شو الصح اللي لازم أستخدمه تاو، شو الصح اللي لازم أستخدمها عشان يطلع لي هدول. هاي ما رح تتغير، قلنا إنها هي 15، هاي 30، 2.08. لاحظوا إني استخدمت ال patient specific. اوكي، بطلع معي الجواب equals to tau equals to
12.66 اور. فلاحظوا انه انا لو بدي اعملها استيميشن ستيل 12 اور، فانا ما عندي مشكله بمين، بتاو نفس اللي استخدمتها، so I'm fine with it. اوكي هلا بدنا نروح نحسب مين، بدنا نروح نحسب ار او المينتيننس دوز اللي بدي استخدمها عشان احسبها. شو بروح بعمل؟ بستخدم واحدة من المعادلات بيك على الستيدي ستيت، وأجين لازم تستخدم الديزايرد ار كي في دي 1 ماينس كي في تايم 1 ماينس كي تاو ماينس كي تي برايم. ما ننسى this should be desired، هاي نقطة جدا مهمة وكتير بتغلطوا فيها، وما ننسى انه هاي لازم تكون هيك. انا بدي اعمل adjustment اعتمادا على ال patient specific parameters. شو اللي لازم يكون التغيير على هاي وعلى هاي؟ اوكي عشان هيك لازم انا اوصل لل desired استخدم ال desired concentration. ال desired concentration عندي 30. اوكي هاي اللي ال patient، هاي مش متذكر 45.5. أنا بدي هاي، وما ننسى ملي جرام بر ليتر. ليه ما استخدم ملي تاني؟ لماذا 0.0812 اللي أنا بدي used or خلينا نقول adjusted، حتى لو طلع نفس الرقم، يعني لو طلع معك هون 14 بتحط هون أو بتطلعتها 18 أو whatsoever، فما ما تستخدم القديمة. وهنا 2.08 بيطلع معنا الجواب equals to R equals to 534.8 milligram per hour، أو خلينا نقول per 2 hours رح يكون ضرب 2 اللي هي رح يطلع milligram per 2 hours as RM. اوكي فانا اذا بدنا نعمل adjustment او estimation هون خلينا نقول 500 milligram per hour، اللي هون تقريبا رح يكون 1 milligram per 2 hour هيك. اوكي فاحنا accordingly رح انا اصير اخذ ال change اعتمادا على ال patient specific، رح اصير نعطي ال patient يا بقول 500 milligram per 1 hour of infusion and the infusion will be for 2 hours، أو بحكي إنه كل 12 ساعة أنا بعطي infusion for 2 hours ورح أعطي 1000 milligram during this time. okay؟ فبس بدك to make sure إنه إحنا عم نحكي الإشي الصح باللي إله دخل بساعة ولا ساعتين. okay؟ هلأ اعتمادا على إني أنا غيرت ب tau ORM اللي هو موجود بالسلايد نمبر 21، you need to make sure انه انت the predicted concentration اللي اعتمادا على التغيير اللي صار للسي بيك على steady state والسي اتروف مع steady state نفس اللي انت متوقعهم، صح؟ نفس اللي انت بدك اياهم مش متوقعهم desired concentrations. فبتروح بتستخدم معادلة المينيموم والماكسيموم بتعملهم عشان تتأكد انه امورك تمام. اوكي هلا عشان الكيس نمبر 2 دقيقه، هلا واحده منهم انت بتقدر تعملها لحالك. اوكي رح نحل كيس نمبر 2 بعدين 3 بخليها لكم عشان just to make sure انه احنا امورنا تمام، بس رح اوقف الفيديو هلا.